هل يجوز أن أغير الإطعام إلى كسوة أو نقود من الكفارة في نفسها؟ لا، يجوز التقيد بما ذكره الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يذكر فيها الكسوة ولم يذكر النقود، وإنما ذكر إطعام مسكينا مسكينا. إنما الكسوة ذكرت في كفارة اليمين، قال سبحانه وتعالى: كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا كفارة اليمين. أما كفارة الظهار فليس فيها إلا أمران، الأمر الأول العتق، فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا على الترتيب. أولا العتق، فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، ولا بديل عن الإطعام، الكسوة لا تكفي. جزاكم الله خيرا.